يا لقلب شراره قد توالى. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت: ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم عودني الروم والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرك. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما، وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم دائما على حبيبك
Oh.
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من أرائي أصحاب المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد ذرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا حبيبي غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضرورنا جميلة هي وسيلتنا إليك ابنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما والمؤمل بما وأن تجعلنا أن نصر هذا الحبيب ووادره وواله وظاهره وعم ببركة وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القومي في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر
على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم ارفع مقام مصطفى صلى الله عليه وسلم وعبر الله بن عبد 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 بن عبد الله 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 والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن أبو بكر عدروس العددي وظلم فرمدين وجميع من يتلق بهم من محمدهم ورفع مقام صمد وزال وقدر وصمد وصلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلوا فرمدين وأهلهم وصلاتهم وما يتعلق بهم من محمدهم. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آل وصحبه ومن إليه آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah Allah. Dul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد صل عليه وعلى آله. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا بمنفكري واضطراري، يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه ضثني
قبل يا فلصبري يا سريع الغوث غوثان منك يدركني سريعا يهزم العصر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فأديم ربي ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فأديم ربي عكوفي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير القاضي وارث سري وقلبي من لظاها والشواظي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.